أهلا بكم السمنة مرض قاتل السمنة ليس مرض واحد السمنة مجموعة من الأمراض إذا لم يظهر عندك المجموعة فده مش معناه أنها مش هتظهر يعني دايما وفي مرضى السمنة مثقفين بيقولوا جملة لطيفة أو بحب أسمعها منهم يقول لك أنا لغاية دلوقتي ما بعانيش إلا من السمنة بس صح لغاية دلوقتي لكن ممكن فجأه تلاقي اثنين ثلاثه بدأ يظهر تلاقي السكر بدأ يظهر، الضغط بدأ يعلى، تلاقي المفاصل بدأت تتأثر، تلاقي الانزلاق بدأ يبان، تلاقي مشاكل في المعده، تلاقي بقى بدأ الكبد وجعك دهون، تلاقي الكلى وظايفها بدأت تتأثر. دي كلها نقول عليها مصاحبات لمرضى السمنه. فخلي بالكم انه عدم وجود الشله مع بعضها اللي هي السمنه ومضاعفاتها والامراض المصاحبه معاها ده مش معناها ان انت يعني بالبلدي كده انت مش هتفضل محظوظ على طول انت محظوظ كده ان يعني انت عندك سمنه معهاش حاجه لكن ما تتوقعش ان انت تفضل محظوظ على طول ممكن جدا حظك ده يسوء بعد شويه طيب تعالوا نفهم هذا الكلام مع ضيفي العزيز القيمة العلميه المتميزه والاسم اللامع في عالم جراحات سمنه الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه ضيفي العزيز الحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس الاي الاس ار سي ده انا عايز افهم الاس ار سي اهلا بك يا دكتور اهلا وسهلا ازي حضرتك يعني منورنا في الدكتور الحقيقه عايز ابدا بحته مهمه قوي المشاكل الصحيه اللي انت شايفها برضو 2021 او تحكي لي كده بدات تلاحظ ايه الاختلافات ولا هو الامور ثابته الكومبو ثابت ضغط وسكر وانزلاقات وضروفية ومشاكل تنفسيه في البدايه تحياتي لحضرتك كل الساده المشاهدين وكل فريق العمل الحقيقه طبعا الاس ار سي صحيح، الاس ار سي دي منظمة أمريكية اه. للجودة ب يعني هي يعني نظام جودة بتحط النظام بتاعها في أي مكان في العالم يعني. فهي شهادة جودة زي كل شهادات الجودة العالمية، بس دي حاجة يعني أعلى حاجة في جراحات السمنة بت يعني بتراجع البروتوكولات بتراجع التيم اللي شغال بتراجع طريقة العمل عمومًا في المراكز. وهل انت ماشي على القواعد الطبيه الموصوفه الدوليه ولا لا دي ولا تقييم دولي كل ثلاث سنين وانصح بها لكل تخصصات مش لازم يعني تخصص السمنه المفرطه هي طبعا متعبه شويه في ان انت تاخد الحاجات دي ومحتاجه تقييم على سنوات بحيث ان انت تقدر ويمكن لها اثر يعني فان الناس طالما انت اس ار سي انت على المستوى الدولي الاعلى في جراحات السمنه السؤال التاني اللي هو الاختلاف في اللي حاصل الايام دي في السمنه المفرطه هو بس الاوارنس زاد معرفه الناس بقى بخطوره السمنه زاد معدلاتنا في مصر في اجراءات جراحات السمنه هو معدل عالي جدا بالنسبه للعالم عايز اقول كمان انه ان مصر في مركز متقدم قوي في السمنه في السمنه في عدد العمليات فعلا دي لا حاجة هي نفسها في مرض السمنه نفسها. ومرض السمنه ما بين سن 20 ل 40 سنه إحنا من اعلى يمكن من اول الدول في اصابه بالسمنه المفرطه بالسمنه احنا رقم واحد احنا رقم واحد آه من 20 ل 40 سنه اه احنا احنا بننافس ان يعني في ثلاث دول بتنافسوا على المراكز احنا الدولة. اعلى حاجه في احنا وامريكا وقطر امريكا عندهم سن الاطفال عموما آه آه الاعلى لكن طبعا احنا قسمنا المفرطة عندنا من 20 ل 40 سنه وده سن العمل انا شايف ان ده في منتهى الخطوره ومحتاج لكن اللي حاصل في السنوات الاخيره انه يعني لو قارنت النهارده ب 7 8 سنين زمان لا النهارده الناس عندها اورنس عالي الناس بتعمل عمليات السمنه بصوره يعني اكتر عدد اكبر آه السن آه اللي بيعمل عمليات السمنه ربما يكون في سن الاطفال اللي هم بعد 11 سنه دي ما كنتش بتشوفها زمان الناس المصابه بالسكر آه بتعمل عملية السمنه للسكر بس كعلاج عملية تحويل مسار انا عند السكر رايح اعمل عمليه ميتابوليك سيرجري ده ما كانش موجود برده من سنوات الأوارن زاد آه الناس ابتدت تستفيد من اجراء عمليات السمنه بصوره اكتر يعني الوعي الوعي زاد. <مهن> طبعا يعني في زود ده ان الناس تتخلص من الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه ويمكن ده يعني امباكت ليه امباكت على نتائج الانجاب في الفئه اللي هي المصابه بالسمنه ادى الى برضو علاج بعض الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه زي الديسك او الغضروف المفاصل الصناعيه يعني برضو لاحظت انه التخصصات المختلفه دلوقتي يقول انا جاي من عند دكتور النساء عشان انزل الوزن عشان الانجاب اللي اللي جاي اللي هو مش هيقدر يركب مفصل اصلا صناعي على الوزن الكبير بيرجع وزنه للطبيعي عشان يقدر يستفيد اصلا من المفصل أه، والله يعني يمكن انا عملت في خلال الشهرين اللي فاتوا دول اتنين اه، اه، فشل كلوي اه، مزمن على دياليسز على غسيل أه، بيجهزوا نفسهم للرينال ترانسبلانت ومش قادرين انهم يزرعوا على الاوزان الضخمه زرع كلا وابتدينا نعملهم عشان ننزل وزنهم انا قصدي يعني دلوقتي التخصصات المختلفه من عظام من اعصاب دكاتره اعصاب او دكاتره حتى جراحه أعصاب لانه مش هيقدر يشتغل على ديسك في حيان وزنه 200 كيلو ولا 150 كيلو ولا انا قصدي والركب اللي تعبانه اللي الدكاتره بيرجعوهم عشان يقدروا يركب مفصل صناعي فطبعا الاويرنس حتى زاد عند التخصصات المختلفه وبحس ان احنا بنشتغل في يعني تيم وركينج بصوره متكامله يعني اكتر من زمان كان في ريزيستنس زمان عند دكاتره البطنه اللي هو ما عملت سمنه ايه هو اللي انت هتعملها عشان تنزل ما بل كانش بل لسه في آه. لكن دلوقتي طبيعي جدا روح والله عملت كتير جدا دكاتره بطنه هم اصلا بيشتغلوا في ال... هو هو استشاري بطنه كذا حد يعملهم هو بي... هو عامل العمليه نفسه لانه هو فاهم الوضع بروي ولما تيجي دكتور اخوه رايح يعمل عمليه يقول له عمل له تحول مسار عشان سكر انا بقيت اتبسط كان زمان في ريزيستنس اللي القصه دي اقول له انت اعمل ايه عمليه ايه احنا كل معلومه كانت موجوده كان في وقت من الاوقات احنا كنا بنفاجئ يعني يعني انا فاكر اول حاله كنت مثلا بتاخد دواء ضغط، جت بعد جراحه السمنه موقفه دواء ضغط. دي كانت مفاجأة مفاجأة اه مفاجأة والسكر السكر و... و... نفس الكلام في طيب انا قدام سيتويشن المريض التوأم المشهور او المزدوج الشرير او الكلاسيك اديشن المشهورة اوي اللي هي سكر وسمنة او سمنة وسكر حتى دابستي ده دي اسم بقى آه مشهور, طبعًا طبعًا. آه. مشهور اه طبعا طبعا ترمينولوجي مشهور اه دابستي يعني سمنة وسكر مزدوج ايه محظوظ محظوظ انه اه يكون طبعا ده محظوظ آه. انه عنده اصلا سمنه مفرطه انت احيانا بيكون عندك يعني انت لو لهم لا يعني دايما والله الشباب اللي هو الصغير اللي عنده سكر نوع اول وما عندوش ولا كيلو زياده هتعمل له ايه ما عملوش يعني آه آه حاجه آه يعني مش و... قادر تعمل له حاجه للاسف وانا دايما مريض سكر اللي هو جاي وعنده شويه وزن زايدين ده يحمد ربنا انه اصلا عنده شويه وزن زايدين وبتنزل وزنك وتحس ان اللي انت عالكت استفدت من العمليه كانقاص وزن وخلصت من مرض عنيف قد يؤدي بالشبكيه بتاعتك للهلاك يعني والكلى بتاعتك للفشل والاعصاب بتبقى مهزوزه وطبعا يعني انا دايما يعني ما مش عارف يعني يمكن مزعج شويه ان امراض السكر وخصوصا في عدم انتظام الادويه هي حتميه الحدوث المضاعفات وقد تؤذي الاطراف وقد تؤذي حياتك العمليه اصلا لانه السكر ما بهزرش يعني وطبعاً وخصوصاً أنه كتر التعرض على المدى البعيد للسكر في نفس الشخص اللي بتعرض له 20-30 سنة ده أنت يعني فطبعاً أنا بحس يعني أن العيان اللي هو مريض السكر مريض السكر هو مريض محظوظ اذا كان عنده سمنه مفرطه، بيعمل عمليه تحويل مسار فعلا بتعمل كل ما يتمناه دكتور البطن من المريض، انت عايز ايه من مريض السكر يعني؟ عايز يقلل كميه الاكل؟ هنقلل لك كميه الاكل، العمليه حجمها اصلا احنا المعده اللي تاكل فيها معده صغيره، عايز تقلل امتصاص السكريات ما تاكلش سكريات؟ احنا هنقلل لك امتصاص السكريات والدهون بنسبه قد تصل ل 70% بنعزل الجزء ده. انت عايز من المريض ايه تاني عايز مريض منه ياخد هر يعني ادويه غير الانسولين عشان دي جي ال بي 1 عايز دي فيكتوزا وعايز دي حاجات ادويه احنا الجي ال 1 اصلا بيطلع من خلال الخلايا في نهايه الامعاء بينشط البنكرياس بصوره عنيفه جدا وبيخلي الوضع يعني اقرب للطبيعي انت عايز من مريض السكر ايه يعني عايز تقلل وزنه عشان تقلل مناعه الانسولين عشان الانسولين يدخل السكر الخلايا والدنيا تمشي هو فعلا السكر الوزن بينزل عموما ما فيش عمليه سمنه بتنزلش يعني اقصد ان عمليه تحويل المسار لمرض السكر هي عمليه علاجيه من اقوى العمليات قول لي ايه البديل تاني ما فيش هو عمليه تحويل المسار بس طبعا بتعمل كجزء من الميتابوليك سيرجري او جزء من جراحات السكر بس كل جراحات السمنه دلوقتي جراحات السمنه والسكر الفدرالية الدوليه لجراحه السمنه والسكر اسم جراحه السمنه والسكر أستاذ جراحه السمنه والسكر انا قصدي يعني هي بقت هي حاجه من الحاجات الموصوفه يعني هي دي جراحه معروفه دوليا ومعروفه محليا ومعروفه في كل الجامعات ومعروفه في كل التخصصات كل الناس عارفه ان في حاجه اسمها الميتابوليك سيرجي معروف بس طبعا وهذا ان احنا نستخدمها استخدام الصحيح المظبوط <applause> ومش لازم بس نستخدمها للناس المصابه بالسمنه المفرطه المرضيه انت يعني ممكن يكون عندك بدل ما سنين 32 او سكر يعني 15 20 كيلو فوق الوزن الطبيعي وعندكش الا مشكله سكر اعملها واسع المعده شويه قلل من سوء الامتصاص مش لازم توصل يعني لدرجات من السمنه المفرطه اللي مش بتبقى بقى سمنه وسكر بس، لا ده هيبقى سمن سمنه وسكر وضغط وكوليسترول ودهون و... ومشاكل كتير. هو في ف... حاجه في ال... في السكر كمان مخيفه جدا اسمها ريفراكتوري دايابيتس، السكر رافض للعلاج. ده وارد جدا مع السمنه. طبعا وارد جدا مع السمنه، ريفراكتوري دايابيتس ده دا شيء مزعج السكر طبعا و... وحتى النوع الاول بيستفيد لو هيعمل عنده سمنه هيستفيد انه هيقلل جرعات الانسولين كان عندي واحد. على فكره عيانه قريب جدا الاسبوع ده والله هي, هي سنها كله عند بقى لها سكر مصاب بقى لها 17 سنه وهي كله 35 سنه سكر نوع اول وماش على انسولين ودي بندت. وسمنه مفرطه دي محظوظه قوي حلو هتتحسن طب وانا هي هتتحسن جدا خلينا نوضح معلومه ان السكر من النوع الاول المصاب بالسمنه المفرطه دول قليلين اصلا مش كتير لأن هو معظم الناس اصلا عندها نحافه يعني في السكر من النوع الاول <applause> احنا دايما بنتكلم على السكر من النوع الثاني العلاج لتحول المسار <applause> طب سكر من النوع الاول النسبه اللي عندهم سمنه مفرطه انتوا محظوظين هتقلل جرعات الانسولين لاقل درجه من الانسولين وقفت حتى مضاعفات السكر ما, ما انتش خايف اثناء الوجبات اللي انت بتاكل ومحضر السكر الانسولين سريع المفعول محضره جنبك وخايف من السكر يرفع وتختار لا يعني هتلاقي الدنيا انتظمت بعد تحويل المسار في السكر حتى من النوع الاول لن تتوقف على العلاج انا يعني انا بس فاهم الناس الدنيا ان السكر النوع الاول لن تتوقف عن اخذ الانسولين البنكرياس اصلا مش شغال واحنا ما بنزرعش بنكرياس احنا بنعتمد على تقليل كميه الاكل تقليل الامتصاص تقليل مناعه الانسولين تنشيط البنكرياس عن طريق غير مباشر من خلال السيلو يعني قصدي في احنا يعني استفاده قويه اذا كان هناك وزن سائد مع السكر هنتقل الى تكميم المعده تكميم المعده بعض السكر بيتعمله طبعا آه. معلومه مهمه جدا يعني م. برضو يعني في منطقه حاجه مفيده جدا جدا للناس سكرك من النوع الثاني بقالك خمس سنين من سبب السكر يعني مش من بعيد بتاخد علاجات انسولين بجرعات قليله او بتاخد اقراص بقالك شويه كفاءه البنكرياس بتاعتك كويسه ما تعمل ما تعمل تكميم مش لازم تعمل تحويل مسار هو التكميم <applause> على فكره تقولك جراحه عاديه خالص يعني السكر الخفيف اصلا عندنا سكورز كده للحاجات السكر اللي بقاله اكتر من 10 سنين 15 سنه غير السكر اللي بقاله خمس سنين وبياخد اقراص السكر اللي بياخد انسولين بجرعات قليله غير اللي بياخد انسولين بجرعات عاليه الناس اللي حصل لها مضاعفات من السكر السن نفسه بحد ذاته لكن عمليه اللي هي السليف او تكميم المعده من العمليات الميتابوليك اصلا هي مدرجه من ضمن العمليات الميتابوليك سيرجري العاديه يعني قصدي السكر الخفيف اعمله ده طب السكر الخفيف بناء على يعني ما هو بناء على السن وكميات السكورنج سيستم اللي احنا بنحط او السكورنج سكيل اللي هنحط العين عليه بيقول والله انت ممكن تستفيد من تكميم المعده وتعالج السكر كمان الخفيف السكر العنيف اعمل تحويل مسار افيد في موقف مشهور انه عيان بياخد انسولين سكر من النوع الثاني وبياخد جرعات عاليه من الانسولين ومش عايز تعمل تحويل مسار انا ما بحبش تحويل مسار خلاص اعمل تكميم واستفيد منها على على وضعها كده ما انتش لازم يعني تعمل تحويل مصاري يعني مش حكم ان انت تعمل تحويل مسار طالما لم يوجد مانع لاجراء عمليه تكميم او عمليه تحويل انت يعني تقدر تعمل الحاجتين بس تبقى عارف قد ايه هتستفيد من دي وقد ايه هتستفيد من دي لكن مش حكم احنا نحط نعمل لك العمليه اللي تحويل المسار في كل الحاجات ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير استاذ بكليه الطب بجامعة عين شمس المدير لوحده جراحات السمنه مستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار انت بتنورني وبتمتعنا في الدكتور في الناس الحلوه بجد يعني قبولك دعوتنا وجودك معنا إضافة هائلة سكرين. في هذا المجال أشكرك. نورتنا هسيبكم أشكرك. بقى معينين دكتور كريم الجمال دول اللزاز صور تشوفوها بقى يعني كده على موسيقى جميلة عشان تشوفوا قبل وبعد الفرق عامل إزاي تعالوا نشوف مع بعض